السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من وولة سكر على قناة النادي الأهلي. أسبوع كان قوي جدا في الشامبيونز ليج وقرعة أيضا أقوى، وشفنا أندية كبيرة هتلعب ضد بعض. ريال مدريد في مواجهة قوية جدا ضد اليوفنتوس بعد ما استمتعنا بيهم في آخر نهائي من بطولة الشامبيونز ليج، بيلعبوا تاني أو بيقعوا تاني مع بعض في دور الثمانية. استمتعنا بآخر جولات دور الستاشر من الشامبيونز ليج، وشفنا مباراة قوية جدا وتألق من فريق برشلونة أمام فريق تشيلسي أيضا في اليوروبا ليج، وأرسنال بيفوز وبيكمل انتصاراته في اليوروبا ليج وبيقدر أنه هو يتخطى ميلان ب3-1، نتيجة كبيرة جدا. لكن زي ما احنا متفقين أن فريق أرسنال مركز في بطولة اليوروبا ليج، وأن كل ما جمهور أرسنال يفتكر أن فريقه هيقع وهيتم إقصاء أرسن فينجر، أرسن فينجر بيعمل إنجاز جديد ليه ولفريقه. أكيد تابعنا الصبح كلنا قرعة الشامبيونز ليج، وشفنا إزاي فريق برشلونة وفريق بايرن ميونخ هما الاثنين ممكن نقول إلى حد ما عندهم قرعة سهلة شوية، لكن محمد صلاح وليفربول في مواجهة قوية جدا ضد مانشستر سيتي، وأيضا زي ما قلنا ريال مدريد هيلاعب فريق يوفنتوس. هنشوف هل ريال مدريد هيقدر ان هو يقصي فريق يوفنتوس، ولا يوفنتوس اللي شفناه قوي امام توتنهام وقدر ان هو يفوز عليه على ملعبه في لندن هيقدر ان هو يصعد لدور الاربعه. وقبل ان احنا عارفين ان كل ما الشامبيونز ليج كل ما الادوار بتقرب للماتش النهائي كل ما الماتشات بتزداد قوه، وكمان مش بيبقى فيها فرق ضعيفه او فرق قويه. كمان مفاجاه الجوله او دور ال 16 للشامبيونز ليج هو اقصاء مانشستر يونايتد من فريق اشبيليه الاسباني، وهنا السؤال هل الكره الاسبانيه فعلا هي الكره المسيطره والمهيمنه في اوروبا، بغض النظر ان الفرق الانجليزيه يعني توتنهام خرج ومان سيتي وليفربول واحد منهم هيخرج ومانشستر يونايتد خرج في المباراة أو في الجولة الأخيرة. هنتكلم على كل ده بالتفصيل، وهنتابع أكيد القرعة وإيه اللي حصل، وأكيد هنتابع جزء كبير من القرعة. كمان معنا أخبار محترفين المصريين وكالعادة محمد صلاح اللي فخر لينا كلنا فخر العرب واللي مشرفنا في ملاعب أوروبا، وأكيد هنتابع ونتكلم ونشوف إزاي مباراتهم أمام مانشستر سيتي، وهل إن ليفربول تفوق في بطولة الدوري على مانشستر سيتي على ملعبه ويقدر كمان إن هو يتفوق عليه ويقصيه، ولا مانشستر سيتي في الشامبيونز ليج وفي الأدوار الإقصائية مختلف عن الدوري. كل ده هنتابعه، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في البداية قبل ما نتكلم على الشامبيونز ليج ونتكلم على قرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي، أكيد حدث مهم جدا بوصول كأس العالم في مصر. طبعا في الجولة قبل أي بطولة كأس عالم بيبقى في جولة من شركة راعية بتاخد كأس العالم وبتلف بيه على بعض البلاد، ومن ضمنها طبعا كانت مصر اللي وصل ليها كأس العالم، وبالتالي كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من حمل الكأس على فكرة. وبالمناسبة بروتوكول كأس العالم بيقول إن كأس العالم محدش يقدر إن هو يشيله أو يلمسه غير يا إما رئيس بلد أو لاعب شارك في الفوز ببطولة كأس العالم، غير كده هنلاقي إن معظم الناس اللي بتتصور بكأس العالم هيكون داخل يعني بوكس أو داخل صندوق زجاجي، وبالتالي كل يقدر إن هو يتصور معاه، لكن إن حد يقدر يلمسه ويشيله يا إما رئيس جمهورية أو يكون لاعب شارك في بطولة كأس العالم وفاز ببطولة كأس العالم. وبالتالي كان حدث مهم جدا أكيد بيزيد من شعبية مصر، وزي ما احنا شفنا كل نجوم مصر كانوا على متن الطائرة اللي انتقلت من مصر من القاهرة للجونة، وبكرة إن شاء الله كأس العالم هيطير من الجونة هيروح لإيطاليا هيكمل باقي التور أو الجولة اللي بيتنقل بيها كأس العالم من بلد لتانية. وشفنا كمان والجميل في الطائرة أو اللي انتقلت من القاهرة للجونة إن كان فيها مش بس نجوم كرة قدم، كان فيها أبطال مصر في مختلف اللعبات. أكيد كابتن حازم إمام كان موجود، كابتن هاني رمزي كان موجود، لكن كمان كان موجود يعني فريدة عثمان كانت موجودة كمان،
ونجوم كتيره جدا في باقي لعبات مش بس كره قدم، فده يدل على ان كاس العالم او كره القدم او التور اللي بيعملوها طبعا الشركه الراعيه لبطوله كاس العالم هي بتدل على طبعا ثقافه كبيره جدا ووعي ان كاس العالم بينشر الخير والسلام ما بين البلاد وبعضها طبعا. ومش بس كده، كمان ده اللعبات الثانيه بتشارك فيها، فهو كاس العالم ده لجميع اللعبات مش بس كره قدم. وبالتالي كان مهم جدا ان احنا طبعا نستعرض اول خبر، اكيد هيبقى قدام حضراتكم دلوقتي فيديوهات خاصه بكاس العالم وسياده الرئيس وهو طبعا بيحمل كاس العالم، واكيد حدث مهم جدا زي ما انا قلت في الناحيه حتى السياحيه، اكيد كل الانظار لما بيبقوا عارفين او الناس بتعرف ان كاس العالم في بلد من البلاد، اكيد طبعا كل الانظار بتبقى محطوطه في البلد اللي بيتنظم فيها او بيروح فيها كاس العالم. طيب تعالوا نشوف فيديو طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيحمل كاس العالم ونشوف الاحداث ونرجع نكمل معاكم قرعه الشامبيونز ليج. مصر شريك وهتشارك ان شاء الله في المسابقه ديت. ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا. هو المهم في الموضوع دوت إن إحنا كمصريين كفريق مصري يقدم مصر بشكل عظيم تستحق مصر ويستحق شهداء مصر. ده أهم حاجة. كان كتير من الناس متصورة إن إحنا في ظل الظروف اللي إحنا موجودين فيها خلال السنين اللي فاتت إن البلد دي مش هتقوم لها قومة تاني، لكن قامت بشعبها وبصبر شعبها وبقوة شعبها وبجلد شعبها، والدنيا كلها بتتفرج علينا ولسه هتتفرج علينا. احنا ناس بتوع سلام، ناس بتوع سلام، ناس بتوع بناء، ناس بتوع شرف، ناس بتوع كرامة، ناس بتوع حرية، ناس بتوع صدق. كل القيم ديت قيم وجدت لتبقى، ومن يؤمن بها ويمارسها له الخلود، له الخلود. مين يضمن له الخلود؟ رب الخلود. قرعة الشامبيونز ليج اللي أقيمت عصر اليوم هي والأوروبا ليج أكيد كانت قرعة قوية جدا، وشفنا مواجهات نارية بغض النظر عن الأسبوع الأخير من دور ال 16 واللي كان فيه مواجهات قوية جدا. شفنا برشلونة بيفوز على تشيلسي، احنا متعودين دايما إن تشيلسي بيقصي برشلونة في الشامبيونز ليج في الأدوار الإقصائية ال 16 دور الثمانية، يبقى دايما مواجهات قوية جدا ما بين برشلونة وتشيلسي، لكن مع فالفيردي برشلونه بيفك عقده تشيلسي وبيقدر ان هو يفوز عليه 3-0 وبالتالي بيصعد الى دور الثمانيه من الشامبيونز ليج. مش بس كده، لا ده كمان القرعه بتوقعه مع فريق روما. روما طبعا فريق كبير، لكن نتكلم على 2018 على الامكانيات اللي موجوده دلوقتي، اعتقد ان كفه برشلونه على ورق هي الارجح، لكن كل حاجه وارده في الملعب. احنا بنتكلم على الورق اللي قدامنا، بنتكلم على الفنيات، الفروقات الفنيه والفروقات البدنيه والمهاريه. زي ما احنا عارفين ان برشلونه خلاص على اعتاب فوزه بدوري اسبانيا، وفي نفس الوقت صعد نهائي كاس ملك اسبانيا الشامبيونز ليج بيصعد الى دور الثمانيه. بنتكلم على خساره كبيره جدا لمانشستر يونايتد، مش خساره ان هو خسر 2-1، لا خساره ان احنا نتحرم من فريق كبير زي فريق مانشستر وان هو ما يكونش موجود في دور الثمانيه وسط الكبار، وبيتقلص عدد الفرق الانجليزيه اللي موجوده في دور التمانية. احنا كان معانا مداخلة صحفية من صحفي انجليزي في الحلقة الأخيرة، واتكلم ان هو قلقان من مواجهة مانشستر وإشبيلية بعد خروج مانشستر من اسبانيا بنتيجة 0-0، وهو قلقان. وبالتالي حصل نفس الكلام اللي كان قاله معايا ان إشبيلية تفوق بهدفين مقابل هدف، يعني اللي بيشجعوا مانشستر مش عارفين يعني هل ده سبب من اسباب خطط مورينيو اللي دايما معروفه عنه ان هو باركينج ذا باص او بيركن الاتوبيس فبالتالي ما عندوش اي كره هجوميه، ولا مورينيو كان بيطمع ان هو المباراه تروح لتعادل سلبي وبالتالي يلعب ضربات جزاء، ولا اداء مانشستر هيتعدل، ولا اداء مانشستر هيفضل متذبذب على طول، وحتى بغض النظر عن او حتى مع صفقات مانشستر بمبالغ كبيره، مبالغ كبيره جدا.
مشكله بينه وبين بوجبا. كمان بوجبا عليه علامات استفهام كبيره جدا، هل بوجبا فعلا بيحصل له اصابات؟ هل فعلا بوجبا علاقته مع مورينيو علاقه فيها تفاهم؟ هل بوجبا مستريح مع مانشستر ومع مورينيو؟ هل ممكن بوجبا الموسم القادم نشوفه في فريق تاني غير فريق مانشستر ولا لا؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه الفتره اللي جايه، هتبين حاجات كتيره جدا. وكمان بطوله كاس العالم احنا عارفين ان كل اللعيبه بتسعى، مش بس اللعيبه المصريه اللي خرجت اعراض بره، لا كل اللعيبه في العالم كله عايزه تلعب مع فرقتها بشكل اساسي علشان يحفظ مكانه مع المنتخب في بطوله مهمه جدا، بطوله هتغير مسارات لعيبه كتيره جدا. ممكن لعيب نلاقيه بيلعب في فريق في منتصف جدول بطوله او دوري من الدوريات الاوروبيه، نلاقيه راح لفريق بطل، وبالتالي بطوله مهمه جدا كل انظار العالم بيتجه ليها، سواء مع منتخب بلدك او مع فريقك وانت بتشارك دلوقتي. كل الناس برضو متابعاك، وكل الناس عامله حسابها الفتره اللي جايه كله هيتابع مين، كله هيحط عينيه مع مين، فبالتالي ده اللي احنا بنتكلم عليه لمعظم اللعيبه اللي هتشارك في كاس العالم. ايضا يعني بنتكلم على روما. روما زي ما احنا قلنا فاز 1-0، اكيد نتيجه يعني نتيجه عرف ياخد اللي هو عايزه. روما مع دي فرانشيسكو المدير الفني الحالي للفريق، روما عارف ياخد اللي هو عايزه يعني بالامكانيات اللي موجوده عنده. بنتكلم ايضا على بايرن ميونخ. بايرن ميونخ قدر ان هو يفوز على بشكتاش في نتيجه يعني كان يعني المباراه تم حسمها من المباراه الاولى بخمس اهداف، وكمان بياكد فوز وتاهله في تركيا. وايضا بقى المباراه القويه والناريه اللي من وجهه نظري دي يعني نهائي مبكر، احنا عارفين ان احنا دلوقتي في دور الثمانيه وبالتالي عندنا مواجهات قويه جدا، لكن ابرز النتائج او ابرز المباريات اللي حصلت هنقول مع حضراتكم القرعة تاني عشان نوضح لحضراتكم الأيام والمباريات ومين هيلعب ضد مين، الأول في ملعبه أو خارج ملعبه. يوم الثلاث 3 إبريل هتكون مباراة يوفنتوس وريال مدريد وأشبيلية وبايرن ميونخ. يوفنتوس هيلعب في إيطاليا على ملعبه أمام ريال مدريد، فالمواجهة الأولى هتكون في إيطاليا ما بين يوفنتوس وريال مدريد. أما المباراة الثانية اللي هتكون يوم الثلاث أيضا الساعة 10 إلا ربع بتوقيت القاهرة، أشبيلية الأسباني هيلاعب بايرن ميونخ الألماني. المباراة هتكون في ملعب أشبيلية، ده بالنسبة ليوم الثلاث. نروح ليوم الأربع وهو استكمالا لدور الثمانية، برشلونة هيلاعب روما وأول مباراة هتكون في الكامب نو. تاني مباراة هي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، أول مباراة هتكون على ملعب ليفربول. وبكده يكون الجولة الأولى من دور الثمانية انتهت. مباريات العودة هتكون يوم الثلاث 10 إبريل والأربع 11 إبريل. مباراة طبعا ريال مدريد طبعا هيلاقي بعد كده يوفنتوس، وطبعا بايرن ميونخ هيلاعب أشبيلية. دي هتبقى مباراة يوم الأربع. احنا عارفين ان التلات والأربع اللي بيلعب التلات مباراة العودة بيلعب الأربع، واللي بيلعب الأربع بيلعب يوم التلات، فبالتالي عشان يكون في فترة راحة أكبر شوية لبعض الأندية المشاركة. طبعا يعني قبل ما نروح لليوروبا ليج أنا عايز أتكلم على ليفربول شوية ومانشستر سيتي، وعايز أستعرض مع حضراتكم أو أقول مع حضراتكم الـ يعني مباريات الفريقين في الفترة اللي جاية في الدوري. مانشستر سيتي عنده مباراة صعبة جدا بنهاية الدوري الإنجليزي وبحلول الشامبيونز ليج، وبالتالي عنده مباراة هتبقى يوم 4 إبريل دي أمام ليفربول، هتكون مباراة أوي أو خارج ملعبه. بعديها يوم 7 إبريل يعني بعديها بثلاث أيام هيلاعب مانشستر يونايتد على ملعبه في الدوري الإنجليزي، ومباراة قوية جدا مش بس لفريق مانشستر سيتي، لا دي كمان لمورينيو. هو بيحاول فريق مانشستر إن هو يحافظ على المركز الثاني، وأيضا فريق مانشستر سيتي بيحاول إن هو يطلع أو يبعد الفارق ما بينه وبين أقرب المنافسين ليه هو مانشستر، عشان يحسم بطولة الدوري قبل انتهاء بعدة أسابيع عشان يركز كمان في الشامبيونز ليج. طيب هنروح دلوقتي لمداخلة اللي يعني هو يعني حد يعني كلنا بنستمتع بيه، مش بس جمهور اهلاوي لا ده كل الجمهور في مصر بيحبه، بنستمتع بيه في المباريات كمعلق، وكم المعلومات اللي بيديها لنا وكم الامتاع من جمل كتيره جدا بيقولها. كلنا اي حد بيتفرج على مباريات على الشامبيونز ليج او في الدوري الانجليزي او الايطالي او الاسباني ما اعتقدش ان هو يسمع بس اسمه ان هو بيذيع على قناه صوتيه وما يفكرش ان هو يغير القناه الصوتيه. واحد ان انا بتشرف ان هو يكون موجود معايا دلوقتي على الهواء مباشره في مداخله تليفونيه مهمه جدا جدا، هيديني كل المعلومات والاخبار اللي بتخص الشامبيونز ليج ومحمد صلاح طبعا وكل حاجه انتم مستنيينها.
معايا ومع حضراتكم الكابتن عصام الشوالي. كابتن عصام برحب بحضرتك. مرحبا بك، اهلا وسهلا كابتن عمر، وتحيه ليك ومبروك البرنامج، مبروك الاستاذ محسن لملوم، لعمر ربيع ياسين، ولقناه الاهلي اللي تضحكنا دائما وانا من متابعيها صراحه، وانا نتفرج ايضا في الكره العالميه الان. يعني كابتن عصام اكيد طبعا شرف ليا ان حضرتك موجود معايا، وطبعا مش هينفع افوت الفرصه دي غير بقى لما اسال حضرتك شويه اسئله خاصه بالكره العالميه، واكيد اولها الشامبيونز ليج. القرعه تمت عصر اليوم ومواجهات قويه جدا، شايف مواجهات الشامبيونز ليج ازاي؟ ريال مدريد ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي، ايضا برشلونه هيلاعب روما، واخيرا بايرن ميونخ واشبيليه. والله اول شيء معناها القرعه اعطت قمم اللي سبقت وذكرتها في البدايات، ريال يوفي ومانشستر سيتي ليفربول، كلاسيكو انجليزي، مباريات متقاربه، واعطت في تفاوت، يعني واضح جدا انه برشلونه معناها روما يحتاج الى معزه لازاحه برشلونه، يعني الكتالوني يظهر لي طريق وانا نشوف ثالث في السيمي فاينل، وشفنا حتى العلامات البادية من عدم الارتياح لفرانشيسكو توتي وقت جات القرعة وخرج اسم برشلونة وبعده روما، كأنه معناها نهاية الحلم الشامبيونز بالنسبة للأمير توتي. هذا بالمنطق كرة قدم عن واقع، وتعرف 90 دقيقة والروح والمجهود، لكن فما فوارق بينة وفنية، معناها خاصة أنها كابتن وانت عارف المباريات هذه ذهاب واياب، مش من مباراه واحده، مباراه واحده كؤوس المفاجاه ممكن تصير، تمشي حتى ضربات ترجيح، لكن ذهاب واياب الفرق هذه تدارك، وشفنا احنا مثلا كمثل اليوفي خبرته وتجربته، تعادل في تورينو 2-2 مع توتنهام، ثم ربحوا في قلب ويمبلي، فبالتالي فرصه الذهاب والاياب خليني انه جازم احترامي لعشاق روما انه برشلونه هذا مؤكد في السيمي فاينل ما نحكيوش. المعادله الثانيه والقمه الثانيه اللي فيها نشوف فيها برشا كوره هي بايرن ميونخ واشبيليا. اشبيليا فريق محترم، فريق مكافح، فريق ما عندوش عقد، يلعب مع الكبارات يعني بالنديه ورا الصحيح، نشوفوها احنا كان تتذكر انت فاكر مباراه السوبر الاوروبي 5-4 التاريخيه ضد برشلونه، ازاحته لمانشستر تعطيه ثقه جابها من قلب اولد ترافورد، ما عنده ما يخسر، يلعب ضد بايرن بنفس الروح، لكن ايضا هنا نشوف انه الفارق لمصلحه فريق هاينز، فريق البافاري عنده التجربه، عنده التقاليد، ومنطقيا على مدى المباراتين اعتقد انه بايرن ميونخ ايضا ورقه ثانيه في السيمي فاينل الشامبيونز ليج والله اعلم. الان نوصل معناها للقمم اللي فيها برشا حماس، برشا اثاره، بدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقاشات بين جماهير الفرق هذه، فما كلاسيكو انجليزي مختلف على الدوري ومباريات البريمير ليج لانه في سوق اوروبي، ليفربول مانشستر سيتي مباريات بتكون صعبه ومثيره ورائعه جدا، مباراه ما تقدرش تحكم فيها من يتاهل، ما ننساوش اللي مانشستر سيتي هزيمته الوحيده محليا كانت ضد ليفربول في الانفيل، انا نشوف مباراه 50-50، ما نستغربش انه ليفربول يتمكن في الكلاسيكو انه يسقط فريق مانشستر سيتي، رغم انه لما تشوف على الورق فريق مانشستر سيتي انا بالنسبه لي ورقتي الاولى هذا الموسم لحيازه الشامبيونز ليج، معناها قلتها من الاول وقلتها على الهواء ونعاودها، كمقاومه فريق بيب غوارديولا، الفريق كيفاش متمركز، وقته، اللاعبين والمفاتيح نتاعه من صانيه دي بروي للهداف اغويرو، الدفاع اللي تضبط هذا العام عكس الموسم الماضي، لكن انجليزي ضد انجليزي كما تقولوا في مصر ما يبرمش، معناها نشوفوا في 180 دقيقة كل شيء ممكن، ليفربول عنده الفرصة انه يدخل التاريخ، لأنه يعني يعرفوا بعض برشا، دارسين بعض، لعبوا بعضهم عديد المرات، الضغط في كلاسيكو أو ديربي من نفس البلد يكون غير تلعب مع فريق خارجي، وهذا مفهوم جدا، معناها أنا نقول الحق 50-50 ونشوف انه ليفربول عنده فرصه انه يطيح من منظوري انا الفريق المرشح برشا برشا للشامبيونز ليج اللي هو مانشستر سيتي، عنده مقاومه البطوله. طيب الفارق ممكن يحتمل السيتي عمر، انا حسب رايي لانه السيتي غير معني بالدوري المحلي، خلاص الدوري خلص شطب، مانشستر سيتي ممكن الان بيب غوارديولا يقوم بالتورنوفر والمداوره بالتشكيل،
ما عنده حتى مشكل يخسر مباريات الدوري يخلص، عكس ليفربول. ليفربول قادر يخسر مكانه بدوري الابطال لانه توتنهام قدامه وطاح من الشامبيونز ليج باش يركز فقط على البريمير ليج. مانشستر يونايتد نفس الشيء، ثم تشيلسي نفس الشيء، خروج اوروبي ومش بعيد في النقاط. فليفربول عنده مباريات قادمه في الفتره الاوروبيه بين المباراتين الذهاب والاياب اللي تخليه يورجن كلوب مجبر انه عصفور في اليد خير من عشره في الشجره، انه يلعب على المركز الرابع المحلي احسن من طريق مش سهل في الشامبيونز ليج باش يكسب البطوله. فانا نقول ممكن هذه تخدم فريق مانشستر سيتي على مستوى يعني سهوله المباريات وراحته في المباريات القادمه. الان لقاء القمه اللي لا يختلف عليه اثنين هي اقوى مباريات الشامبيونز. الريال مره اخرى يجي في فك فريق كبير مرشح البطوله بعد فريق باريس سان جيرمان، فريق اليوفي، مع الاختلاف باريس سان جيرمان ما عندوش تقاليد وثقافه الشامبيونز مثل اليوفي. اليوفي انا قلت في تعليقي في بارك فريق ريال مدريد عنده في الاديان في الحامض النووي التقاليد الشامبيونز ليج، هي البطوله نتاعو، البطوله المفضله والبطوله اللي نجح فيها تاريخيا. لكن مش يلقى فريق غير محظوظ في الفاينل في النهائيات، ولكن فريق اليوفي فريق بطوله اوروبا، فريق يعرف يلعب على الذهاب والاياب. الملاحظين اللي يقولوا اللي العام الماضي 4-1 للريال صحيح، والعام اللي قبله 3-1 للبرسا على اليوفي صحيح، ولكن اليوفي في المباراة الوحدة نوع، وفي مباراتين من 180 دقيقة رايح جاي نوع ثاني، لأنه يعني تعرف عمر وتبارك الله أنت من الكابتن ربيع ياسين وما ذاك، يعني دارس كورة وحرب الكورة من الصغرى وفاهمها مليح. مباريات ذهاب وياب فيها حسابات أخرى، فيها ما تقبلش أهداف في ملعبك، فيها هدف واحد يكفي. ونعطيك مثلا اليوفي توتنهام 2-2 ومشى ربحوا في ويمبلي، والريال 2015 2-1 فقط لليوفي في تورينو وجابوا التعادل من برنابيو. طليان ديما عندي نظره خاصه لهم انهم يعرفوا يدافعوا ويعرفوا في المباريات الكبيره يسلكوا امورهم. شفنا العام الماضي حتى اليوفي تعاملوا مع برشلونه 180 دقيقه، البرسا بميسي احسن لاعب في العالم ما وصلش يسجل هدف في بوفون. هذه المباراة صعيبة. نزيدك من الجانب التاريخي أنه ريال مدريد يعتبر مع فريق تقريب شبه عقدة، اللي في مباريات الذهاب والإياب 80% من التأهل كان للفريق الإيطالي. يعني الريال عدى المواجهة بانتصارين في النهائي 98 و2019 من مصر، ولكن ماتش ذهاب وإياب النظام خروج المغلوب تقريب معظم المواجهات كانت للفريق اليوفي من 2003 ل 2015 كانوا دائما الاخيرات في مواجهات الفريق اليوفي. الريال مره اخرى في اختبار صعب مرتبط بفورمة رونالدو. انا زيدان نتصور انه باش يضحي بماتش لاتليتيكو مدريد اللي يجي يوم 8 ويوم 11 يلعب في 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 في, في تورينو مع في 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 البرنابيو لقاء الرد ضد اليوفي. هذه المباراه الوحيده اللي ما يقدرش ولا واحد يفتي فيها عمر، هي باش تكون فورمة اللاعبين، توفيق الله، كورة على العارضة وكورة تضرب على العارضة وتدخل، ما تقدرش تقول من البطل. لكن المؤكد بالنسبة لي أنا ترشيحاتي ممكن نقول بايرن، برشلونة زي ناس الكل من الصغير الكبير ممكن يشاتوني الرأي. فرصة السيتي أكبر شوية من ليفربول. اليوفي والريال القمة الوحيدة اللي ما تقدرش تكون اسم المتأهل، لكن ما هو مؤكد أنه بالحق باش نستمتعوا بمباريات كالعادة كبيرة برشا في الشامبيونز ليج السنة هذه. كابتن عصام، نروح بقى لحبيبك محمد صلاح، ويعني مشاركته أكيد في مباراة قوية ضد مانشستر سيتي أكيد ممكن تعمل أرجحية شوية لفريق ليفربول. حضرتك قلت إنها 50-50 وفي الآخر حضرتك قلت ممكن تكون 51-49 لفريق مانشستر سيتي. هل حضرتك شايف وجود محمد صلاح مع فريق ليفربول في الموسم الحالي؟ ازاي حضرتك شايف الاضافه الكبيره اللي محمد صلاح بيضيفها الى فريق ليفربول؟ وازاي كمان بعد اصابه هاري كين ممكن يوصل للقب الهداف، ولا اجويرو ممكن يكون قريب للقب الهداف كونه واحد من اعظم اللعيبه اللي موجودين في الدوري الانجليزي؟ وايضا مباراه مانشستر سيتي، هل بيب جوارديولا اتعلم من الخطا اللي وقع فيه في مباراه ليفربول اللي كانت سبب في خسارته الوحيده في الموسم الحالي في الدوري الانجليزي؟ والله اول شيء معناها صلاح لنتفق والله فخر كبير، معناها واحد طبعا لحمه يقشعر
لحمه يقشعر كيشوف لاعب عربي بهذا الامتياز. احنا اللاعبين العرب اللي لعبوا على مستوى عالي في الشامبيونز ليج اثنين ثلاثه فيهم رابح مجار، فيهم نور الدين النيبت لما لعب سيمي فاينل مع ديبورتيفو لا كورونيا في بدايه الالفيه تقريبا في 2004 وقت خرجوا في السيمي فاينل من بورتو، وعندنا حاتم الترابلسي لما كان في اياكس وكان حده ربع النهائي. ذكروني لكن ما فماش ملاعبيه وصلوا برشا الادوار المتقدمه في الشامبيونز ليج من العرب. فالاجماع على محمد صلاح الموسم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، موسم 2017-2018 الفنيين اللي يسمعوا فيا ممكن يشاتوني الراي، تطور كبير ياسر في المستوى، راجل خدم على روحه حط في قلبه، رجع للدوري الانجليزي من بوابه ليفربول بعد ما كان تشيلسي ممكن كان قامعه جوزي مورينو ما فهموش وما خرجش منه اللي في مخزونه وفي مكنونه. صلاح في ليفربول لقى راحته مع يورجن كلوب، لقى مع ساديو وفيرمينو ثالوث ناري، لاعب معناه تحول ماشي ويتطور. الحمد لله ان فما حاجه ايجابيه في مشوار صلاح الاحترافي، انه لاعب بدا من الصفر تقريبا اللي هو من فريق بازل، تجربته السويسريه نفعته برشا ثم تطور. تشيلسي ما مشاش مليح انا نقول مورينو ما عطاهش الفرصه، مشى الدوري الايطالي هو الاصعب في العالم. فيورنتينا بدا يسمع صلاح اسم محمد صلاح، مشى روما فريق فيه ضغوط كبيره فريق العاصمه والكوربا السود ونجح وابهر، جاء ليفربول تبارك الله ماشي في نسق تصاعدي ما شاء الله. في ليفربول الارقام تتكلم راه عمر ما تقدرش، اللاعب المؤثر الاول في ليفربول بالنسبه لي انا توها وقلتها ونعاودها محمد صلاح في ليفربول. طيب يعني اكيد هنكمل المكالمه مع كابتن عصام الشوالي، واحد من يعني اكثر المعلقين استمتاعا، وكلنا مش بس اهلاوي لا ده كل الجمهور المصري بيحب كابتن عصام، ادانا معلومات قيمه جدا واتكلم على اهميه محمد صلاح في فريق ليفربول وازاي هو شايف قرعه الشامبيونز ليج. توقع زي ما احنا قلنا احنا بنتكلم على الورق ان برشلونه الاقرب و فريق بايرن ميونخ قريب جدا، اما فريق يوفنتوس اتكلم على نقطه ممكن يكون حضراتكم ما خدتوش بالكم منها، ان هو بيتكلم على فريق يوفنتوس حظه وحش جدا في النهائيات، النهائي امام فريق برشلونه خسروا وامام ريال مدريد خسروا، فبالتالي فريق يوفنتوس في المباريات اللي بيكون فيها ذهاب واياب بيبقى مختلف تماما، فممكن يشكل خطوره على فريق ريال مدريد. ايضا نتكلم على مباراه ليفربول ومانشستر سيتي، في الاول قال 50-50 واتكلم زي ما احنا قلنا ان فريق مانشستر سيتي حسم بطوله الدوري، فبالتالي هو كل تركيزه دلوقتي هيكون في بطوله الشامبيونز ليج، وان ممكن جوارديولا يعمل روتيشن او يعمل بعض التبديلات، يلعب فيه باشخاص او بلعيبه معينين موجودين في بطوله الدوري ويستغل بعض اللعيبه التانيين اللي هيكونوا طبعا على قدر كبير من طبعا المهارات الفنيه العاليه جدا. طيب كابتن عصام رجع لينا تاني. كابتن عصام حبيبي عمر مرة أخرى أنا آسف على لا طبعا وفصل وقطع. طيب حضرتك احنا كنا بنتكلم على محمد صلاح. ايوه انا عارف ضربة المباراة وين وصلت في صلاح. كابتن عصام الو حبيبي، احنا كنا بنتكلم على محمد صلاح والخط قطع. وين وصلت انا عند محمد صلاح؟ بنتكلم على محمد صلاح انه هو مميز جدا مع فريق ليفربول، يورجن كلوب اضاف الكثير جدا لمحمد صلاح، وان محمد صلاح قريب من لقب الهداف بعد ما هاري كين طبعا تمت اصابته، فبالتالي عايز اعرف راي حضرتك، هل شايف مين الاقرب للقب الهداف؟ هل محمد صلاح ولا اجويرو؟ بس انا قبل الهداف ملاحظتي انه صلاح مشواره من تشيلسي لفيورنتينا وبدا مرحله من الصغير بازل وبدا يكبر وبدا يتطور، وصل المشاهد ام لا؟ وصل طبعا، احنا متابعين مع حضرتك طبعا، وكنا قبل الخط قطع اتكلمت ووضحت راي حضرتك في كمان القرعه. ما فصلت الخط بس انا حبيت نقول انه محمد صلاح يعني بالنسبه لليفربول 50% من فريق ليفربول، جاء وقت احنا العرب قلت في اخر مداخلتي انه عندنا عقده النقط لازم نرفع روسنا، وعلى المستوى الكروي جاء وقت عندنا لاعب عربي اسمه محمد صلاح يمثل 50% من فريق عظيم والعظمة الله وكبير اسمه ليفربول خمس مرات شامبيونز ليج. انا بالنسبه لي يعني محمد صلاح
مثل ما كان ممثل كيفن كيجن في السبعينيات لفريق ليفربول ومثل ما كان تيم دالجليش في الثمانينات الرمز الاول لفريق الاحمر، وهذا شرف كبير. بالنسبه الان اللقب الفردي في الطبيعة عمر صلاح. حضرتك شايف مين اقرب، محمد صلاح ولا اجويرو؟ لا لا، محمد صلاح يلزم يستغل الفرصه التاريخيه، وهي فرصه تاريخيه لصلاح وللعرب انه لاعب عربي يفوز بالحذاء الذهبي الاوروبي، لانه صلاح 24 هدف، ليونيل 24 هدف، ثم ليفاندوفسكي 24 هدف، ثم ايموبيلي في بلاد الطليان في 21 22 جول، اجويرو 21، مع غياب هاري كين اللي تقريبا عنده نفس الارقام نتاع صلاح يسجل كل اسبوع كثير هاري كين. انا يظهرني الفرصه نشجعوه ونتمناه ونقولوا له يا صلاح راهي فرصه عمرك انك تتوج بالحذاء الذهبي الاوروبي، يعني هداف اوروبا الاول، وامام من؟ امام ميسي واجويرو ويغوايين وليفاندوفسكي وكريستيانو، معناها شيء ممكن لا يصدق لو تجي تحكي لانه في يوم من الايام لاعب عربي ينافس على هداف البريمير ليج وهداف الدوريات الاوروبيه الكبيره يقول لك برا برا تغطى ونام. الان بفضل الله ثم محمد صلاح حقيقه شيء يعمل كيف، وان شاء الله كنا مساندينه انه الخطوه هذه حققها ويخطف فرصه عمره. وانا قلت ونعودها الفورمه هذه بتاع صلاح اذا يوصل بها للمنتخب المصري في شهر 6 في موسكو ممكن مصر معناها تنجح في تجاوز المجموعه الصعبه بالفورمه نتاعه ان شاء الله. طيب هاخد حضرتك، يمكن حضرتك سبقتني لكاس العالم، لكن هاخد حضرتك من الشامبيونز ليج بطولة كأس العالم والعرب وفرصهم في بطولة كأس العالم، وأبدأ مع نسور كرطاش طبعا منتخب تونس، وإزاي حضرتك شايف فرص منتخب تونس في مجموعته الصعبة في كأس العالم؟ شوف باش نكونوا منطقيين، خاطر نحن العرب عندنا مشكل آخر، عندنا مشكل في بعض الأوقات عقدة النقص لما جينا نستنقصوا من أنفسنا، وعندنا نقطة ثانية وعاطفيين إلى حد يعني افلام عبد الحليم وشادي. فنكون واقعيين، واقعيين بمعنى انه ثم هذه ثم امكانيات فعليه لكل منتخب، ثم فرق امامك في المجموعه، منتخب تونس على الورق، ثم انجلترا وبلجيكا، هذوما الدول تلعب على كاس العالم، هذا المنطق. منتخب التونسي انا كتونسي ما اطالب به انه ينتصر على بنما ويؤدي بشكل ممتاز امام بلجيكا وانجلترا، حاول مثلا ما يخسرش المباراتين، واذا جاء امل في التاهلي ملاه في الاخير الكره دواره، لكن منطق الكره نحن في مجموعه حابي بها فيها بلجيكا وانجلترا تكون الاول ومين الثاني، هذا المنطق، معناها كوره بعيد فكك عن العواطف. رغم انه الفريق التونسي بالاسماء الجديده لاعبين في المعزر مثل ياس خيري قاد مونبيليي او الخاوي او الحارس معاذ بن حسن او بن عنوان في وسط الدفاع، متاكد باش تحسن برشا لانه لاعبين وتكوين اوروبي وتجربه كبيره في اوروبا. هذه مثلا المنتخب المغربي في مجموعه الديربيات تقريبا المغرب البرتغال واسبانيا معاهم ايران. المغرب تقدر تعمل حاجه وتطمع شريطه الفوز في الماتش الاول ضد الفريق الايراني، والفريق الايراني مستاهل، فريق منظم، فريق قوي مع كارلوس كيروش، فريق دفاعه قبل كان هدف واحد في التصفيات او اثنين في الماتش الاخير مع سوريا، فريق ما هوش منتخب ايران، لكن فريق المغربي معناها بعد اثنين كاس العالم اللي يجيبوا ربي مبروك نقول نحن، المهم العوده للكره المغربيه بعد سنوات الجمر. بالنسبه للفريق المغربي ايضا الاختيارات تقول اسبانيا والبرتغال، ولكن على مش كل شيء ممكن، وتبدو الفرق العربيه مثلا عبر تاريخ كاس العالم، السعوديه لما ربحت بلجيكا، تونس لما ربحت المكسيك، مصر وقت وقفت هولندا، الجزائر كسبت المانيا، يعني باب المفاجات يبقى ممكن ما نستبعدوش. طبعا تربح بلجيكا او تفاجا او البرتغال تخسر المغرب، على مش كل شيء ممكن، المهم نلعبوا من غير عقد بين الاثنين. بالنسبه للمجموعه العربيه اللي نسميها مع روسيا واوروغواي، طبيعة المباريات هذه الفريق الروسي ممكن يستخدمه كفريق مقدور عليه، انا نشوف الفريق الروسي فنيا ونشوف الان في كاس القارات، يعني ماهوش الفريق اللي ما يتغلبش، لكن عنده معناها عنده ظروف تخدم صالحه، انه البلد المستضيف
بالضبط. اللي تعرف يعني بيقولوا لجنة القارية العالمية الفيفا ما يستر ذلك، انه فيفا عامة دولة مثل الروس العظمى وفي بلادها وصارت مئات المليارات بس تخرج من الدور الاول. صعب شوية في الكولة كان ممكن روسيا تستفيد من اللعبة هذه. فانت الفريق الاوروغوياني الفريق عنده نجوم معظمهم بين الايطالي وبين الليغا والنجم سواريز. الاوروغواي ماهوش البرازيل ماهوش الارجنتين، تقاليده ولعبه يعتمد على اللياقه البدنيه والاندفاع القوي خاصه طبيعه الكوره في الاوروغواي، ومنتخب قوي ولكن انا عمري ما اعتبرته المنتخب العالمي. يعني كما قلنا نتفقوا ماهوش المانيا ماهوش ايطاليا ماهوش هولندا ماهوش البرازيل او الارجنتين، مصر والسعوديه. الايجابي ممكن ايجابي ان المباراه الثالثه بيناتهم يعني وقت تتضح امور يشق فريقه يكون سديد. السعوديه عندها تاريخيا تعرف عمرها ما تخسر من الفرق العربيه في كوسا فيك، تعادلت مع تونس، ربحت مصر في كاس القارات في الماتش الشهير في 99، ربحت المغرب في 94، حتى على مستوى وقت الاهلي الكبير لعب ضد الاتحاد في مونديال الانديه الاتحاد ربح. يعرفوا يلعبون على النفسيه كعرب افريقي ويعرفوا يمشوا امورنا المنتخب السعودي وأولمبيا السعوديه، يعني كانوا مدرسين مليح وتعرف الكره السعوديه عندها تقاليد متقدمه برشا ويتحملوا الضغوط لانهم كما مصر عندهم الضغط الجماهيري كبير وعندهم ضغط الاعلام، الاعلام قوي برشا في مصر والسعوديه الاعلام الرياضي معناها متعودين بالضغوط. كابتن عصام طبعا يعني يعني طبعا يعني انا يعني حضرتك يعني تحليل اكثر من رائع. طبعا حضرتك اتكلمت معايا في كل الامور الخاصه بالتشامبيونز ليج او بكاس العالم، بس انا طبعا يعني ما ينفعش ان حضرتك تكون موجود معايا واحنا عارفين يعني طالعين في قناه الاهلي، بس احنا ما سالش حضرتك عن النادي الاهلي. النادي الاهلي اخذ بطوله الدوري قبل النهايه بست اسابيع وحضرتك عارف ان هو عنده مشوار افريقي. شايف النادي الاهلي او حضرتك طبعا بخبره حضرتك وتحليل حضرتك الفني، شايف النادي الاهلي قادر على العوده من جديد للتتويج ببطولته المحببه والمفضله لبطوله افريقيا؟ والله اول شيء مبروك للاهلي للدوري رقم 40، بطوله عاديه تعود عليها الاهلي حققها 40 موسم في تاريخه رقم كبير تقريبا هو من ثلاثه الاربع الانديه الاكثر تتويج في العالم يلقب الدوري المحلي، ثم قدامه ممكن جلاسكو وبينارول في الاوروغواي. الاهلي يبقى الاهلي راهو هذا اللي يعجبني في النادي الاهلي العقليه، فريق العام الماضي وصيف بطل افريقيا ومعتبر انه لابد من ترتيب البيت من جديد وانتدابات قويه وانه المنافسه الافريقيه. هذا الفريق الكبير اللي تعود على البطولات، وانا متابع قناه الاهلي تقريبا يوميا وشفت مباريات الدوري الكره الطائره اللي امبارح فيه للقلعه الحمراء في البطوله رقم 29، او البارح شفت الفاينل نتاع البنات ضد فريقنا يكون في كرتاج، التنظيم المحكم الاهلي دوله فريق منظم. انا تشرفت اني دخلت القلعه الحمراء واني تكرمت الهرم الاهلاوي اللي كرموا به بين قطرين المميزين والنجوم. انا عندي في بيتي ونعتز فيه في 2006 نتاع النادي الاهلي، فهمت؟ قالت في الاهلي فرع مصر وفرع الجزيره وفرع ايش معناها، فريق منظم فريق قوي عنده تقاليد عنده قوه اداره، يدخل البطوله من المركز الاول المركز الثاني بالنسبه لي فشل، الناس تدور زورها وتروح حتى تكون انتوما زعلانه. هذا النادي الاسطوري فهمت. البطوله افريقيا مزاجي مونانا خطفوها 4-0 معناها خلاص يعني في دور المجموعات، حسب ما نشوف الانتدابات المجمع القيام بها وثلاث اربع انتدابات وتوجهات، وشوف الاهلي باش يكون المرشح الاول للشامبيونز ليج لسبب موضوعي بس ما فيه عمر الخط مازال موجود. طيب حضرتك بسمعك تفضل كابتن عصام. لا مش نكمل، اي نسمع فيك، لا خلينا نكمل لقطه، مش نكمل لقطه اللي نقول انه الاهلي المرشح الاول للبطوله لعده اسباب، سبب فني، سبب الاستمراريه، سبب فني قوه اللاعبين، سبب الاستمراريه في المدرب مع خبرات كابتن حسين البدري، ثم الرئيس الجديد اللاعب الاسطوري الخطيب، لانه بيبو الخطيب في الموسم الاول لي في الشامبيونز ليج يحاول يوفر كل شيء للاهلي باش يكسب دوري ابطال افريقيا.
لذلك انا مع الامكانيات المتوفره للفريق مع الاداره انا اتصور انه الاهلي باش يكون على الورق المرشح الاول، والمنافسين التقليديين هم انفسهم، يعني باش يكون الترجي التونسي، النجم الساحلي التونسي، الوداد البيضاوي، ما ينبغي الراجع للساحه، الفريق الجنوب افريقي، لانه جنوب افريقيا لو ينافسوا فينا لو تلاحظوا عمر في السنوات الاخيره قاعدين يصرفوا برشا ودخلوا المنظومه ويحبوا يربحوا بطوله افريقيا، لذلك من 3-4 سنين تغيرت القاعده نتاع التنافس، كانت مصر، تونس، الجزائر، المغرب، شويه اساس قديما، الان لا خل مازيمبي عنده تو 10 سنين، والان الكره الجنوب افريقيه في اخر 5 سنين. هذم هما تقريبا 6-7 مرشحين مع اللي ما نتصورش بصراحه من غير مجاملات انه اللقب يخرج على الخماسي هذا مع فريق الوداد طبعا باعتباره حامل لقب وعنده امكانيات الكبيره اللي تخليه يحاول يحافظ على لقبه. والمشاركه العربيه بتحدد لانه دوري ابطال العرب الان 6 مليون دولار يا حبيبي، والفرق تشارك الكل تحب تظفر بهذا المبلغ الخرافي بالنسبه للبطوله العربيه. اكيد طبعا التركيز بين العربي والافريقي ممكن في حسابات، لازم كل فريق يقوي ناديه يعني بالبنك، فكه الاحتياط تكون قويه بشان المباريات الافريقيه والعربيه. كابتن عصام يعني عايز اقول لحضرتك انا لما بسكت يعني بسيب حضرتك تكمل كل الحاجات اللي حضرتك عايز تقولها، عشان بصراحه مستمتع بحضرتك وتحليل حضرتك، ودي فرصه كبيره جدا ان لما يكون معايا كابتن عصام الشوالي في مداخله تليفونيه ويتكلم معايا على الشامبيونز ليج ويتكلم معايا على فرص كل الفرق اللي موجوده في دور الثمانيه، كمان على محمد صلاح وايضا على كاس العالم، وكمان الاهلي، اعتقد ان انا ما ينفعش اقاطع حضرتك ومستمتع بشكل كبير جدا. يعني كابتن عصام بجد يعني بشكر حضرتك شكر كبير جدا على وجود حضرتك في قناه النادي الاهلي، وخاصه معايا طبعا في برنامج جوت ساكر، وما اعتقدش ان حضرتك سبت حاجه صغيره ان ممكن تبقى فرصه ان حد يتكلم عليها. لكن طبعا تحياتي اولا لحضرتك كابتن محسن لملوم، ايضا تحياته لحضرتك، وبقى يعني الحلقات اللي جايه مش عايزين بقى ان حضرتك تبخل علينا بالمعلومات القيمه، واحنا عارفين ان احنا داخلين على كاس عالم وداخلين على قرعه تشامبيونز ليج، هيبقى عندنا كمان دور الاربعه والمباراه النهائيه. ده انا كمان يا كابتن عصام ما خدش حضرتك في اليوروبا ليج طبعا، انا عارف ان انا طولت عليك، لكن ان شاء الله بقى يعني ما تبخلش علينا في مداخلات جايه كتير. وبشكر حضرتك شكر كبير جدا 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 على وجودك معايا في قناه النادي الاهلي. كان معايا طبعا كابتن عصام الشوالي، طبعا يعني المعلق الكبير والشهير جدا 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 اللي كنا بنستمتع بيه، وزي ما انا قلت مش بس الاهلاويه، لا ده كل جمهور مصر بيستمتع بالكابتن عصام الشوالي، واحد من افضل المعلقين اللي بنعرف ناخد منهم المعلومات بشكل كبير ودقيق. وكمان يعني يكفيني كلمه قالها، اعتقد ان دي يعني هي دي اللي انا طلعت بيها من المكالمه، لما اتكلم على النادي الاهلي وقال الاهلي دوله، فاعتقد كلمه زي دي تدل على مكانه النادي الاهلي مش بس في مصر، لا ده في الوطن العربي وفي افريقيا وفي العالم كله. فكانت مكالمة مهمة جدا جدا، وسبنان يقول كل اللي هو عايزه، عشان لما كابتن عصام يتكلم أكيد كلنا لازم نسمع ونشوف رأيه، هو عنده آراء فنية عالية وتحترم بشكل كبير، وإن شاء الله يكون موجود معنا في مداخلات تانية كتيرة نقدر نستفيد من رأيه الفني اللي بيفيدنا كلنا في مشاهدتنا لكرة القدم. أهلا بحضراتكم من جديد. بعد ما خلصنا المكالمة المهمة جدا من كابتن عصام الشوالي كان على تشامبيونز ليج، تعالوا بقى نروح لمباريات التشامبيونز ليج ونستعرض أهدافها. احنا عارفين إن كان عندنا 4 مباريات، مانشستر يونايتد لاعب فريق أشبيلية وأشبيلية كسب 2-1، روما كسب 1-0 فريق شختار وصعد لدور الثمانية، أيضا فريق بشكتاش بيخسر على ملعبه من بايرن ميونخ بنتيجة 3-1، أما برشلونة بيفوز على تشيلسي 3-0 في مباراة كانت ممتعة جدا، تألق ميسي وتألق أيضا عثمان ديمبلي اللي بيعود بعد فترة إصابات وعدم تألق بعد ما كان منتقل إلى فريق برشلونة بمبلغ كبير جدا من بروسيا دورتموند، وكمان ضجة كبيرة جدا على إنه واحد من اللعيبة المبشرة الصغيرين في السن، بالمناسبة عثمان ديمبلي من مواليد 97، لكن في مباراته مع تشيلسي جاب هدف أكثر من رائع من
صناعه على ميسي. تعالوا نشوف اهداف الشامبيونز ليج ونرجع نكمل مع حضراتكم ونشوف اليوروبا ليج اللي ما اتكلمناش عليه ولا اتكلمنا على ورقته، لكن هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد ما نشوف الاهداف. قبل ما نكمل ماتشات الشامبيونز ليج مع حضراتكم، اكيد كان عندنا مباريات قويه جدا ومهمه جدا في اليوروبا ليج اللي انا شايف ما لا تقل اهميه ولا قوه عن الشامبيونز ليج. مباراه كانت مهمه جدا ما بين اي سي ميلان وارسنال واللي انتهى بفوز ارسنال 3-1. وفي كمان في مفاجآت، يعني انا شايف ان القرعه لما نيجي نستعرضها مع حضراتكم هنلاقي ان في فرق كثيره جدا قدرت ان هي توصل بمجهود الشخص اللي احنا بنتكلم عليه، ان دايما على 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 الورق بيكون لينا توقعات لكن الموضوع بيبقى مختلف داخل الملعب، بيبقى فيه توفيق، بيبقى فيه حظ، بيبقى فيه حاجات كثيره جدا، عوامل بتساعد المدير الفني واللاعبين على بلوغ المباراه. نروح نكمل مع حضراتكم مباريات الشامبيونز ليج ونستعرض معاكم باقي اهداف ومباريات دور 16 ومباريات مانشستر واشبيليه وروما وشختار وبشكتاش وبايرن ميونخ، وبعديها زي ما اتكلمنا هنستعرض مع حضراتكم قرعه اليوروبا ليج ونشوف ابرز المواجهات وابرز النتائج وكمان اهداف مباراه ارسنال وميلان اللي كانت قويه جدا، لكن بعد ما نشوف اهداف الشامبيونز ليج تعالوا نروح نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. نروح لليوروبا ليج والبطولة الأقوى أوروبيا بعد الشامبيونز ليج، لكن أنا شايف أن الموسم ده اليوروبا ليج مختلفة تماما عن سابق بطولاتها، فيها أندية كتيرة جدا، فيها مباريات قوية جدا زي ما احنا شفنا مباراة نهائي مبكر أيضا لليوروبا ليج أرسنال وإي سي ميلان. على فكرة مشجعين أرسنال كانوا ما بين أن أرسنال أن هو بغض النظر أنه فاز 2-0 في المباراة الأولى في إيطاليا كانوا شويه متشائمين ان فريق ارسنال ممكن يخسر على ملعبه، بما انه شيء بقى متعودين عليه في عهد ارسنال فينجر ان ارسنال دايما بقى مستواه متذبذب، مفيش مستوى ثابت، لعيبه لسه مش يعني مفيش تجانس بينهم وبين بعض، وبالتالي بينتج عنهم انهم في بطوله الدوري بعاد عن المنافسه وكمان بعاد عن المراكز اللي بتؤهل للتشامبيونز ليج. انا شايف ان اليوروبا ليج بالنسبه لنادي ارسنال هي المنفذ الوحيد اللي يقدروا يتأهلوا مباشرة للشامبيونز ليج بعد الفوز بالبطولة. يعني لما اجي اتكلم على نتائج اليوروبا ليج هنتكلم على مباريات قوية جدا، مباريات كان فيها مواجهات اكثر من رائعة. نتكلم على طبعا على لوكوموتيف موسكو واتلتيكو مدريد، مباراة كانت قوية جدا، فريق اتلتيكو كسب 5-1 خارج ملعبه وبالتالي بيحسم صعوده للدور التالي بعد فوزه 5-1. دينامو كييف بيخسر 2-0 من لاتسيو، لاتسيو فريق مكافح جدا في الدوري الايطالي، لاتسيو عارف هو عايز ايه في الموسم الحالي اللي بيلعب بيه، عنده مدير فني محترم، عنده لعيبه بتلعب على قد امكانياتها وبالتالي ماشيين بشكل كويس جدا في بطوله الدوري وفي اليوروبا ليج، ماشيين بيتسحبوا بلغه الكوره بيتسحبوا علشان يوصلوا للمباراه النهائيه اللي انا شايف ان فريق لاتسيو واحد من المرشحين اللي ممكن يكونوا موجودين في المباراه النهائيه. ايضا فريق زينت سان بيترسبورغ تعادل 1-1 مع لايبزيج، وبالتالي لايبزيج صعد للدور التالي، وفريق اتلتيك بلباو بيخسر من مارسيليا 2-1 على ملعبه. ايضا فريق فيكتوريا بيلزن التشيكي بيفوز على سبورتنج لشبونه 2-1، واليوم بيخسر 3-2 على ملعبه من سيسكا موسكو، وريد بول سالزبورغ النمساوي بيتعادل 0-0 مع بروسيا دورتموند، وبروسيا دورتموند بيخرج من البطوله. انا شايف ان دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. اما ارسنال ومباراه القمه اللي كنا بنتكلم عليها، مباراه ارسنال واي سي ميلان واللي انتهت بفوز ارسنال 3-1. بعد ما نستعرض او نشوف الاهداف مع حضراتكم هنتكلم على القرعه اللي تمت برضو ايضا عصر اليوم بعد الشامبيونز ليج، وهنتكلم على ابرز المواجهات. تعالوا نشوف اهداف بطوله اوروبا او اليوروبا ليج وابرز المباريات، نرجع نكمل مع حضراتكم قرعه اليوروبا ليج. نروح لقرعه اليوروبا ليج وهنقول لحضراتكم اهم المواجهات اللي هتكون يوم الخميس 5 ابريل. دايما اليوروبا ليج مبارياته بتكون يوم الخميس، كل الجولات بتبقى في يوم واحد. لايبزيج الالماني هيلاعب فريق مارسيليا الفرنسي، وارسنال هيلاعب سيسكا موسكو، اعتقد مواجهه سهله جدا لفريق ارسنال. سيسكا موسكو اكيد فريق صعب، لكن بالنسبه لو بنتكلم على الورق فارسنال ممكن نقول انه حسم صعوده لدور نصف النهائي. لايبزيج زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، لايبزيج هيلاعب مارسيليا، ارسنال هيلاعب سيسكا موسكو، واتلتيكو مدريد هيلاعب فريق سبورتنج لشبونه، وفريق لاتسيو الايطالي هيلاعب ريد بول سالزبورغ.
يعني دي هتبقى يوم الخميس 5 ابريل، المباريات العوده هتبقى الخميس 12 ابريل، بعدها باسبوع على طول، وبالتالي هتبقى مواجهات صعبه جدا جدا. انا شايف ممكن ان في مباراه لايبزيج ومارسيليا، انا شايف ان فريق لايبزيج بالمستويات اللي بيقدمها في الدوري الالماني وفي اليوروبا ليج ممكن نقول ان هو ياخد افضليه في المباراه. وارسنال وسيسكا موسكو، اعتقد ان ارسنال واحد من المرشحين بقوه. ايضا اتلتيكو مدريد هيلاعب فريق سبورتنج لشبونه، وانا شايف ان فريق اتلتيكو هو ايضا مرشح وبقوه للفوز والصعود وبلوغ نصف النهائي. ايضا لاتسيو وريد بول سالزبورغ النمساوي. يبقى نقول كده توقعاتنا ان فريق لايبزيج وارسنال واتلتيكو مدريد ولاتسيو في نصف النهائي. اما المباراه النهائيه، انا شايف ان ارسنال ممكن يكون طرف في المباراه، ويا اما اتلتيكو مدريد يا اما لاتسيو. كل دي توقعات، لكن هنشوف. يعني اليوروبا ليج ممكن نتوقع فيها بعض الشيء، لكن الشامبيونز ليج مستحيل نتوقع فيها اي مباراه. طيب نروح مع حضراتكم للفقره التالية، وهي محترفين في الخارج. احنا عارفين يعني كل حلقه بيكون معنا اخر اخبار محترفين المصريين، مش بس اخبارهم، لا الكواليس واهم الاخبار، التنقلات اللي بيكون فيها اخبار للاعبين المحترفين اللي ممكن نشوفهم في أندية تانية، في كمان قرب بطولة كأس العالم وقرب موسم الانتقالات الصيفية. خلاص فكل نادي بيظبط أموره من دلوقتي. احنا عارفين ان احنا عندنا لعيبة مصرية موجودين في أوروبا، أيضا في لعيبة مصرية موجودين في الخليج. لسه مش عارفين معظم اللعيبة المصرية اللي موجودة في أوروبا، هل هم مكملين مع أنديتهم ولا ممكن يكون في تفاوض من أندية أخرى. طبعا هنبدأ بفخر العرب وفخر مصر وفخر لينا كلنا، يعني حبيبنا وحبيب الملايين محمد صلاح. واكيد اتكلمنا ان هو بقى براند. كل الناس في العالم اللي متابعه كوره واللي بتحب ليفربول واللي بتحب محمد صلاح، بقى محمد صلاح بالنسبه لهم مثل يحتذى به طبعا في كل الاعمال. يعني على سبيل المثال، احنا اول حاجه هنتكلم او اول خبر هنتكلم عليه في كواليسنا الخاصه بمحترفينا المصريين في الخارج على محمد صلاح، ان حلاق مصري متخصص في حلاقه الشعر على شكل محمد صلاح. يعني ايه؟ يعني هنشوف دلوقتي مع حضراتكم بالظبط، هل هي صوره ولا 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 فيديو. طيب هنروح نشوف مع حضراتكم فيديو لحلاق حول قصه الشعر لشكل محمد صلاح ازاي. هنشوف نتابع مع حضراتكم دلوقتي الحلاق، ونرجع نكمل معاكم باقي اخبار لاعبينا المحترفين في الخارج. جبت رسامين اصحابي، قلت لهم انا عايز اعمل فكره مجنونه، اللي هو ايه، اعمل شغل الاب نورمال بس اب نورمال مختلف بشكل اشخاص، مش اب نورمال رسومات عاديه. زي ما احنا شفنا محمد صلاح بقى براند، كل الناس بتحاول ان هي تعمل حاجه خاصه بمحمد صلاح. كمان معانا مشجع دم خفيف جدا، هو مشجع انجليزي متعصب طبعا لفريق ليفربول، وبالتالي احنا عارفين ان مانشستر خرج من الشامبيونز ليج على ايه، طبعا اشبيليه، وبالتالي فريق ليفربول صعد لدور الثمانيه. فالمشجع بيتكلم القسم الخاص بالتذاكر او قسم خاص بتذاكر مانشستر يونايتد في الشامبيونز ليج، وبيسالهم على وجود امكانيه لتذاكر فريق مانشستر في دور الثمانيه. فكان طبعا رد طبعا الشخص اللي بيرد عليه ان احنا خرجنا من الشامبيونز ليج ومفيش اي تذاكر موجوده لفريق مانشستر، فبيرد عليها باغنيه محمد صلاح الشهيره. تعالوا عشان بس ما احرقلكمش الاحداث، ويمكن لما نشوفها نفهمها اكتر. تعالوا نشوف المشجع الليفربولي المتعصب لفريقه ولفريق محمد صلاح ازاي بيهاجم او بيهزر مع جمهور مانشستر يونايتد في التليفون، ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات محمد صلاح ومحترفينا المصريين في الخارج. Hi, I'm just wondering if there's any tickets available for the Champions League game, quarterfinals. Champions League. Yeah, quarterfinals. We're not in the Champions League. Whee! No
سلام مو سلام رونينز اوت ذا ويند. خطير يعني بصراحة. بص يعني قال لها مو صلاح في الآخر صدمها، ما كانتش تتوقع أبدا إن ممكن يحصل فيها كده. لسه مكملين مع محمد صلاح وهنشوف بقى إزاي الولاد الصغيرة، ولد صغير بيحاول يقلد محمد صلاح في شعره وفي دقنه، فبالتالي بقى حاول إن هو يوصل على قد ما يقدر ان هو يبقى شبه محمد صلاح. طبعا من كتر الحب الشديد اللي بيحبوه لمحمد صلاح، فاحنا شايفين قدام حضراتكم تيشرت محمد صلاح، اسم محمد صلاح ورقم محمد صلاح، وكمان طريقه احتفال محمد صلاح والدقن والشعر. فطبيعي جدا يعني زي ما احنا بنقول محمد صلاح بقى براند، كل الولاد الصغيره بقى ياخدوه مثل اعلى، مش بس في سلوكياته واخلاقياته، ده كمان في طريقه لعبه او في هيئته، شعره، دقنه، طريقه احتفاله. فبالتالي ده طفل بيحول او بيحاول يقلد، ونجح بصراحه ان هو يقلد محمد صلاح. فشكل محمد صلاح بقى هيبعت تيشرت للولد ده في المره اللي جايه. لسه مكملين مع محترفينا المصريين، لكن بنروح لمحمد النني. وكالعاده زي ما احنا متعودين على ان محمد صلاح بيهدي التيشيرت الخاص بيه بمعظم الولاد الصغيرين اللي بيبقوا موجودين سواء في الاستاد او خارج الاستاد بيتفرجوا على الماتش. ايضا محمد النني بيهدي قميصه لمشجع ارسنالي. احنا عارفين ارسنال يعني ماشي بشكل كويس في اليوروبا ليج، لكن في بطوله الدوري ماشي متذبذب المستوى. كمان النني حصل على جائزه لاعب الشهر في اخر استفتاء لجمهور ارسنال. ف نشوف قدام حضراتكم محمد النني بيهدي يعني مشجع التيشيرت الخاصه بيه. في شك ان محمد النني واحد من اللاعبين اللي عندهم اخلاقيات عاليه جدا، ومش اقل من محمد صلاح في السلوكيات والاخلاقيات، وبنتشرف بوجود محمد النني في نادي ارسنال وفي الدوري الانجليزي. لسه مكملين مع حضراتكم، و هنقول بقى يعني عندنا طبعا بعض اللعيبه المحترفين المصريين اللي هنستعرض مع حضراتكم البروفايل الخاص بيهم والاحصائيات الخاصه بيهم في اخر فتره ليهم مع فرقهم. نبدا طبعا بمحمد صلاح نجمنا المصري في اول احصائيه، ده قدام حضراتكم ان محمد صلاح 24 هدف 29 مباراة في دوري الإنجليزي فقط، ما حسبناش أهداف الشامبيونز ليج، ما حسبناش باقي الأهداف اللي شارك بيها مع فريقه. هنروح بعد كده لتريزيجيه وإحصائياته مع فريقه. طبعا محمود حسن تريزيجيه بيلعب وسط ملعب، 8 أهداف في 23 مباراة. نروح ل سام موسي اللاعب اللي منضم يعني في المعسكر القادم لمنتخب مصر لاعب نادي ويجن. هو سام موسي لاعب وسط ملعب، 2 في 30 مباراة. نروح لأحمد حجازي طبعا لاعب نادي ويست بروميتش، واللي اعتقد انه بنهاية الموسم هينتقل الى فريق اخر، وبنسبة كبيرة يعني على حسب مصادرنا احنا عارفين ان محمد صلاح اتكلم لأحمد حجازي على انتقاله لفريق ليفربول من فترة كبيرة جدا. فاحنا عارفين ان ويست بروميتش موقفه صعب جدا في بطولة الدوري، وبالتالي ممكن بنسبة 90% ينزل لدوري الدرجة الثانية. وكمان أحمد حجازي ممكن نشوفه بشكل كبير في الموسم القادم بيلعب في ليفربول. لو ما كانش ليفربول يبقى فريق أيضا فريق تاني، أو فريق ممكن نقول فريق كبير أو فريق متوسط المستوى في الدوري الإنجليزي، وينتقله على سبيل طبعا التعاقد النهائي. يعني كالعاده بنروح كده بقول مع حضراتكم وبنقرا جوله سريعه لاخبار لاعبينا المحترفين. عندنا لعيبه محترفه في الخليج، وبالتالي هنتكلم على صالح جمعه لاعب الفيصلي. خسر من فريق فتح 2-0 وشارك بديلا في الدقيقه 59، وفريق فيصلي بيحتل المركز الخامس. عصام الحضري وعماد متعب فريق التعاون السعودي بيخسر من الباطن 2-1، وعصام الحضري شارك في المباراة بالكامل، أما عماد متعب بيشارك بديل في الدقيقة 68. فريق التعاون بيحتل المركز الثامن في الدوري السعودي. عمرو بركات لاعب الشباب بيتعادل 0-0 مع فريق الفيحاء، وعمرو بركات بيشارك في المباراة بالكامل. عجبني عمرو بركات وجوده في السعودية بيشارك في المباريات بالكامل، واحنا عارفين ان اي لاعب
بيشارك في مباريات بصفه مستمره. دي بترجع له حساسيه المباريات وبيتالق من جديد. عمرو بركات واحد من اللعيبه المميزه واللي ليها مستقبل ان شاء الله يكون باهر ومحترم في الكره المصريه. فريق الشباب بيحتل المركز التاسع. اما شيكابالا فريق رائد بيكسب فريق احد 3-1، وشيكابالا ما شاركش في المباراه وجلس على مقاعد البدلاء. وفريق الرائد بيحتل المركز ال 13 وهو قبل الاخير. مؤمن زكريا لاعب نادي الاهلي السعودي بيفوز 1-0 على فريق القادسيه. مؤمن شارك بديل في الدقيقه 80. وفريق اهلي جده بيحتل المركز الثامن. هنروح لدوري ابطال اسيا، وايضا مؤمن زكريا مع فريق اهلي جده بينجح انه يجيب هدف التعادل لفريقه امام فريق الغرافه، والهدف جه في الدقيقه 58 بضربه راس، والاهلي بيحتل المركز الاول في مجموعته في دوري ابطال اسيا. اما حسين الشحات كان خارج قائمه فريقه امام استقلال طهران اللي تعادل معاه فريق العين 1-1، وفريق العين بيحتل المركز الثالث في المجموعه الرابعه من دوري ابطال اسيا. دوري البرتغالي نروح لاحمد حسن كوكا، سبورتنج براغا البرتغالي بيكسب 3-0، وكوكا شارك في الدقيقه 68 وبيحتل سبورتنج براغا المركز الرابع. طبعا الدوري الانجليزي احمد المحمدي يعني تريزيجيه ايضا هنتكلم على مبارياته اللي كانت بتتلعب من شويه، خسر 3-2 في الدوري التركي، شارك في المباراه بالكامل وصنع هدف من الهدفين، لكن تريزيجيه بيخسر 3-2. بالمناسبه تريزيجيه جاي له 3 عروض في الدوري التركي، جلاتا سراي وفنربخشة وبشكراش، وهيحسم موقفه بعد بطوله كاس العالم ان شاء الله اللي هتكون في روسيا. تريزيجيه واحد من اللعيبه المكافحه، واحد من اللعيبه الفايترز اللي عندهم تشالنج عالي جدا جدا، بيعجبني النوع ده من اللعيبه بصراحه، متالق جدا في الدوري التركي وقادر ان هو يشد يعني فريق بالكامل وراه، يعني فريق متواضع، فريق قاسم باشا بصراحه من الفرق المتواضعه، لكن تريزيجيه هو الابرز في الفريق. احمد المحمدي الشامبيونشيب في الدوري الانجليزي لعب مباراتين خلال الاسبوع الماضي، مع اول مباراه امام فريق ولفرهامبتون كسب 4-1، وامام كوينز بارك رينجرز وخسروا 3-1. في المباراتين شارك بالكامل، وفريق استون فيلا بيحتل المركز. طبعا سام مورسي لاعب ويجن اتلتيك برضه لعب مباراتين، او فريقه لعب مباراتين، شارك في اول مباراه اللي كانت امام طبعا فريق سكونثروب في تعادل 3-3، والمباراه الثانيه بلاعب براتفورد واللي فريق ويجن ايضا فاز فيها 1-0، وشارك في المباراتين بالكامل، وويجن بيحتل المركز الثاني. اما الدوري الامريكي اللاعب عمر جابر لاعب فريق لوس انجلوس بيخرج من قائمه فريقه اللي كسب فريق طبعا سالت ليك 5-1، وبيحتل المركز الاول فريق لوس انجلوس جالاكسي. اما علي غزال طبعا بيشارك في فوز فريقه وبيخرج ايضا هو كمان من القائمه، وفريق علي غزال بيحتل المركز الثاني. يعني طبعا زي ما احنا عارفين ان عمرو ورده في الدوري اليوناني، الدوري موقوف حاليا بعد مشكله نادي باوك ورئيسه اللي هنتكلم عليها يعني بالتفصيل. ايضا كريم حافظ مصاب وهيرجع ان شاء الله اول ابريل من اصابته. بالمناسبه عمرو ورده عنده ايضا 3 عروض شفهيين، احنا بنتكلم على العروض الشفهيه لسه ما فيش اي عروض رسميه، بنتكلم على نادي فالنسيا الاسباني، بنتكلم على فنربخشة، وبنتكلم على بشكتاش، وممكن ينتقل ل تريزيجيه في الموسم القادم للدوري التركي. يعني اتكلمنا على اللعيبه المحترفين المصريين سواء في اوروبا او في الخليج، واستعرضنا اهم الاخبار. يعني هنروح بسرعه بقى لفيديوهاتنا وكواليسنا اللي بنجيبها لحضراتكم كل حلقه، وبنكون حريصين جدا ان احنا نستعرضها، عشان ناس كتير جدا بتقول لي ان احنا في حاجات مش بنعرفها غير من خلال وورلد سوكر، فبنكون سعداء جدا بالكلام والاخبار اللي بنسمعها من المشاهدين المحترمين اللي بيتابعونا. هنروح لاول فيديو معانا في مباراه ويست هام وبرنلي، وعندنا شغب في المباراه. احنا عارفين الدوري الانجليزي يعني الناس لما بتيجي تعترض او بيكون في شغب داخل الملعب بيكون الشغب بيكون مقبول، بيعترضوا بطريقه فيها ادب، لكن خارج الملعب احنا عارفين ان الدوري الانجليزي وجمهوره من اكثر الجمهور المشاغب في العالم، وشفنا طبعا في اليورو الاخيره والمشادات اللي كانت مع جمهور روسيا. فاحنا مش عارفين بعد طبعا الاحداث السياسيه الاخيره هل فعلا انجلترا مش هتشارك في كاس العالم ولا لا. ايضا مش عارفين ازاي لو انجلترا لعبت ازاي بقى المشاحنات اللي هتكون موجوده ما بين جمهور روسيا وجمهور انجلترا. على العموم هنروح نشوف مباراه ويست هام وبيرنلي ونشوف شغب الجمهور، نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فيديوهاتنا.
بعد مباراة ليفربول الأخيرة اللي خسر فيها ليفربول من مانشستر يونايتد طبعا في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1، كان طبعا سخرية. احنا عارفين ان المباراة دي بتبقى مباريات ديربي ومباريات قوية ما بين الفريقين. ليفربول احنا كلنا بنشجعه، كلنا متعاطفين معاه عشان محمد صلاح، وبالتالي كمان طمعانين فيه انه يحصل على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، لكن مانشستر قدر ان هو يفوز بالمباراة. بالتالي جمهور انجلترا او جمهور مانشستر مش هيسكت، وبالتالي فيديو سخريه من فريق ليفربول على محمد صلاح وراشفورد وباقي. طبعا راشفورد لاعب مانشستر، هنفهم من كلامي لما نروح نشوف الفيديو الطريف والكرتوني ما بين مانشستر وليفربول، ونرجع نكمل معاكم. It's all over. Thicken knackers. United beat Liverpool 2-1. Hello, Kurt's biggest Liverpool fan. Chosy. Quick question. Where was Salah? And the money, money. And the Bobby for me. No. You didn't even score your goal. But that doesn't matter, Eric, because we've got the Rashford. Yes, Marcus Rashford. Mancini and Pelé. So I never let him play. Where was Salah? In Ashley's pocket. And Manny Manny. She barely kicked him. And Bobby for me. Cheerio. You didn't even score your goal. But that doesn't matter, Eric, cause we've got Rashford! Oh, back in Rashford! Thank you. There, Kevin Murphy, Cox, biggest Liverpool fan. Ah, you fucking knock. Salah will score when we knock Money United out of the Champions League. Not fucking likely. يعني ما فيش مشكلة ان انت يعني تسخر من فريق، لكن في حدود الاحترام والادب، والناس كمان عندها ثقافة السخرية. ما فيش مشكلة ان انت عارفين ان انت ممكن النهاردة تكون كسبان، بكرة تكون خسران، وبالتالي الايام دول في عالم كرة القدم. نروح من شغب وجمهور من شغب مباراة في الدوري الانجليزي للدوري الفرنسي وشغب جمهور لال، بقت ظاهرة طبعا في الملاعب الاوروبية، يعني ظاهرة سلبية. محدش طبعا يعني كلنا متفقين ان كرة القدم مش بتحلو غير بالجمهور، فبالتالي جمهور ليل اعترض على خسارة الفريق لاقترابه من منطقة الهبوط، وكان بصراحة منظر غير لائق، وكان الموضوع ممكن يخش في كارثة في ملاعب اوروبا. وبالتالي زي ما احنا شايفين المباراة انتهت، فريق ليل خسر على ما اعتقد، وبالتالي اللي لابسين اصفر دول السكيورتيز المخصوص او اللي ليهم علاقه بتامين المباريات، فبالتالي بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يحموا اللعيبه. وهتلاقوا كمان في الصوره دلوقتي ان هم بيجروا اللعيبه بره الملعب على طول. دي مباراه خسروا فيها من مونبلييه، وبالتالي فريق ليل يعني ممكن يهبط الى دوري درجه ثانيه، وده الامر اللي مش متقبله جمهور ليل. لسه بنتكلم بنقول ان كل حاجة واردة في كرة القدم، الجمهور مش متقبل حاجة، وان هو ينزل يعترض بالمنظر المسيء اللي حضراتكم شايفينه ده حاجة تانية خالص. احنا عارفين ان الملاعب ليها ضوابط، فبالتالي هنا هيكون في اعتقد عقاب قوي جدا من الاتحاد الفرنسي اللي هيكون ليه عقوبة عشان يحمي اللعيبة. مش احنا ممكن المنظر ده نشوفه في احتفال، لكن ان اللعيبه ان الجمهور ينزل يعترض ويبقى مشاغب على اللعيبه، مش بس كمان فريق ليل، ده كمان فريق مونبلييه اللي في خطر، اللي ممكن يحصل كارثه وبالتالي تؤدي الى ذهاب ارواح وخسائر كبيره جدا. ونيجي نندم بقى هنا على الـ 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 الشغب اللي حصل ده، وفي الاخر بنقول دي كره قدم. ممكن تبقى متعصب، ممكن تبقى متحمس جدا لفريقك، لكن مش بصوره سيئه وبصوره سلبيه. ده بيعكس انطباع مش بس الفريق ليل، ده بيعكس انطباع فرنسا كلها اللي احنا متعودين عليها ان شعبها حضاري والجمهور جمهور راقي ذواق لكره القدم، وكمان قدموا صوره طيبه جدا في بطوله اليورو الاخيره. نروح لمباراه باوك اليوناني امام ايك، يعني نشرح لحضراتكم الاول الواقعه اللي حصلت والخبر. الخبر طبعا ان احنا رئيس باوك
كان في الأسبوع الماضي في الصحافة وفي الفيديوهات إن إحنا شفنا رئيس نادي باوك نازل الملعب معترض على حكم المباراة بسلاح ناري. طبعا سلاح مرخص، لكن طبعا هو ده صاحب النادي، رئيس النادي، راجل سياسيا وراجل في اليونان، راجل قوي جدا، فبالتالي ماشي بسلاح مرخص، مفيش أي مشكلة. لكن السؤال هنا، هل معنى ان فريقك ان انت فريقك بيلعب امام ايك وايك 54 نقطة باوك 52 نقطة، وان هدف في الدقيقة 89 والحكم ما يحسبش، او كان الواضح قدام الناس ان الحكم لم يحتسب الهدف الخاص بباوك، وبالتالي رئيس النادي ما عجبوش الموضوع، نزل على طول جاري الارض الملعب واعترض على الحكم بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، والحكم على الفور لغى المباراة، وبالتالي عقوبات باوك هتبقى فيه عقوبات رادعة. أول حاجة طبعا احنا عارفين ان هناك في أوروبا أو في اليونان بيبقى فيه وزارة الثقافة والرياضة، وزارة مدمجة أعلنت بوقف، أو هي والاتحاد اليوناني، ان وقف كل المباريات الخاصة بالدوري اليوناني لأجل غير مسمى. أيضا يعني رابطة الأندية الأوروبية برئاسة أنيلي هتاخد تصويت الأسبوع القادم على طرد نادي أو شطب نادي باوك من عضوية رابطة الأندية الأوروبية، ولسه مستنيين الاتحاد اليوناني، وهنشوف هل فعلا هيتم حرمان رئيس النادي من دخول الملاعب اليونانية 5 سنين، ولا ممكن كمان يبقى الملاعب اليونانية وأي ملاعب تانية في العالم لمدة 5 سنين. أعتقد يعني نسبة أو سنين كتير قوي 5 سنين إن رئيس نادي يتحرم من وجوده مع فرقته، فده طبعا تفكيري. خلينا نقول إن مفيش حاجة مستاهلة، كرة القدم في الآخر مكسب وخسارة، ممكن تكون متعصب ومتحمس لفريقك، لكن في حدود وإطار الأدب والأخلاق. نروح لياريمينا، لاعب نادي برشلونة المنتقم من نادي سانتوس البرازيلي، لاعب كولومبي، لاعب عنده مهارات برا الملعب. ايه هي غير الكوره؟ تعال نشوف ياريمينا ايه المهارات اللي بيتميز بيها خارج الملعب، ونرجع نكمل مع حضراتكم. شفنا يعني رأس صلصة خطير من ياريمينا. نابولي ويوفنتوس والعداوة الشهيرة واللي هتفضل ما بينهم لحد يعني ما نخلص العالم اللي احنا فيه ده، وطفل صغير بيحتفلوا بعيد ميلاده، فأهله حبوا ان هم يعملوا فيه مقلب. تعالوا نشوف المقلب اللي عملوه فيه وازاي هو اتصرف مع المقلب ده وكان رد فعله ايه، وده بيدل على ان كرة القدم العالمية او الدوري الايطالي وكل الدوريات بالنسبة للأطفال والجيل الصاعد مش بس يعني عش، لا هو حب بشكل كبير جدا لانديتهم. تعالوا نشوف الولد الصغير كان رد فعله ايه في الهدية اللي ما عجبتوش في عيد ميلاده. أقل واجب، يعني أقل واجب التورت عليها يوفنتوس ما عجبتوش، هو مشجع نابولي فراح رماها على الأرض، وزي ما احنا شايفين كان معترض، لكن أيضا ده هيطلع مشجع متعصب جدا لما يكبر. نروح للدوري النيوزيلندي، ويعني الدوري النيوزيلندي ما حدش يسمع عن دوري، يعني احنا كلنا متابعين الدوريات الأوروبية شوية، ممكن نتابع أمريكا الجنوبية كوبا ليبرتادوريس، لكن لما هدف رائع يجي بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه قدامكم دلوقتي في الدوري النيوزيلندي أكيد لازم نستعرضه. يعني زي ما حضراتكم شايفين طبعا الملاعب في الدول دي بتكون من النجيل الصناعي لكثرة طبعا الأمطار والتلوج، فبالتالي بتكون سهلة في عملية التنظيف، فبالتالي هدف بقى مفيش أروع من كده. لاعب أشول حطها قدامه وقدر يشوطها في زاوية صعبة جدا، لو جبت كل حراس العالم يعني في المقص في السوكة في حاجات كتير في مسميات كتيرة جدا بالنسبة لينا كمشاهدين كرة قدم، صعبة جدا لو جبت كل حراس العالم، صعب جدا ان هو ينقذها، وكمان هي خدمته بشكل كبير جدا ان هي رايحة في الحتة اللي هو عايزها. اللاعبين الشول طبعا يعني بيبقوا صعبين جدا في عملية التصويب، وكمان صعب الكرة بتبقى قوية جدا وموجهة، فبتبقى صعب ان هي تقف قدام اي حارس. نروح بقى لمارادونا،
واحنا عارفين مارادونا يعني الفترة الأخيرة كده احتفالاته بتبقى غريبة شوية، فهو في الإمارات مع فريق الفجيرة وبيحتفل مع لاعبي الفجيرة احتفال، فالاحتفال كان يعني كان عنيف شوية. تعالوا نشوف مارادونا بيحتفل إزاي. مارادونا طبعا الأسطورة، أحسن لاعب في التاريخ من وجهة نظري، من وجهة نظر كتير جدا، اللي قدر ياخد فريق الأرجنتين كأس العالم وقدر يصنع المستحيل بفريق نابولي. تعالوا نشوف مارادونا ومع لاعبي الفجيرة الإماراتي وإزاي بيحتفل بطريقته الخاصة مع اللاعبين. السوشيال ميديا في اوروبا عموما بتبقى ليها دور كبير جدا مع الانديه، يعني بيبقى عندهم هم بيبقوا يعني كرييتيف جدا، عندهم ابتكارات بشكل يومي، فبيحاولوا ان هم يعملوا نوع من انواع الانترتينمنت او الرفاهيه للمشجع على السوشيال ميديا. نادي ارسنال عنده سوشيال ميديا نشيطه جدا، وبتعرف ان هي تبتكر بعض الفيديوهات او بعض الافكار اللي بتبقى موجوده في الفيديو، بتقدر ان المشاهد الارسنالي يبقى عنده انبساط وهو بيتفرج عليها. فبالتالي جمهور ارسنال استمتع كتير جدا بالفيديو اللي ابتكروه، ان مسعود اوزيل واحد من اكتر اللعيبه اللي بتصنع اسيست في العالم. فازاي مسعود اوزيل مش بس ملك الاسيست جوه الملعب، لا ده كمان بره الملعب، وازاي مسعود اوزيل بيستغل ان هو ملك الاسيست في مساعده الناس، ان اي حاجه بتحصل او اي مشكله بتحصل مسعود اوزيل بيجي يحلها، فهو ملك الاسيست. فتعالوا نشوف ونفهم الفيديو اللي نادي ارسنال عمله لمسعود اوزيل بعد طبعا الارقام القياسيه اللي حققها في مسيرته كلاعب مع نادي ارسنال، وكمان جدد عقده، وكمان هو من اكتر اللاعبين اللي عملوا اسيست في الاخيره، على في الاخيره على فكره بيتفوق على ميسي وبيتفوق على ديبالا وبيتفوق على رونالدو في اسيست. فبالتالي عنوان الفيديو كان مسعود اوزيل ملك الاسيست. تعالوا نشوف مسعود اوزيل ازاي بيعمل اسيست بره الملعب ونرجع نكمل معاكم. نيمار بعد اصابته الاخيره مع نادي باريس سان جيرمان في المباراه اللي اقيمت ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، واللي خضع بعديها لعمليه، نيمار حاليا في البرازيل بيقوم مع عمليه التاهيل الخاصه بيه. احنا عارفين لاعب كره القدم بعد اي اصابه حتى لو في رجليه بيعمل تدريبات لباقي عضلات جسمه اللي مش بتاثر عليه بعد كده، لما بيجي يرجع الملعب بيكون في تناسق في عضلات جسمه. وبالتالي تعالوا نشوف نيمار ازاي هو في البرازيل بيستعد لعودته للملاعب في بيته الخاص بيه ومع مدربه الخاص. تعالوا نشوف نيمار نرجع لسه مكملين مع حضراتكم.
قبل ما نروح لجدول ترتيب الدوريات الأوروبية نستعرض معكم آخر فيديو أو آخر صورة يعني كانت طريفة جدا وكانت أثارت جدل كتير جدا على السوشيال ميديا من فريق في آسيا زي ما احنا شايفين. يعني الصورة يعني غنية عن ان احنا نتكلم. ده طبعا يعني الأطفال الصغيرين أو الأبهات والأمهات اللي عندهم أولاد صغيرين ممكن يفهموا إيه ده. دي حاجة اسمها هلو كيتي، يعني حاجة للأولاد الصغيرين، يعني حاجة مضحكة جدا إن ممكن يبقى هلو كيتي ممكن هو الراعي الرسمي لفريق وفريق كله رجالة بسم الله ما شاء الله الناس كبار كده. ف يعني مش عارف بقى، يعني الموضوع صعب جدا وموضوع مضحك جدا، فبالتالي كان لازم ناخدها لحضراتكم قبل ما نستعرض جداول ترتيب الدوريات. نروح للدوري الإنجليزي، وزي ما احنا عارفين إن مانشستر سيتي حسم بطولة الدوري بشكل كبير. مانشستر سيتي في المركز الأول ب 81 نقطة، يلي فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني ب 65 نقطة، فريق توتنهام في المركز الثالث ب 61 نقطة، وليفربول في المركز الرابع ب 60 نقطة. خسارة مانشستر للأسف أو خسارة ليفربول من مانشستر هي دي اللي أبعدت ليفربول للمركز الرابع، وأخيرا تشيلسي في المركز الخامس ب 56 نقطة. نروح للدوري الأسباني. برشلونة خلاص قرب كتير جدا من حسم لقب الليغا ب 72 نقطة، يلي في المركز الثاني أتلتيكو مدريد ب 64 نقطة، صاحب المركز الثالث 57 نقطة، المركز الرابع فالنسيا 56 نقطة، وأخيرا أشبيلية في المركز الخامس 45 نقطة. نروح للدوري الإيطالي. تعثر نادي نابولي يعني أكيد هيأثر عليه في الدوري، لكن ما في شك أن يوفنتوس في المركز الأول ب 74 نقطة، يلي فريق نابولي في المركز الثاني ب 70 نقطة، وروما في المركز الثالث ب 56 نقطة، ولاتسيو في المركز الرابع ب 53 نقطة، أما إنتر ميلان في المركز الخامس ب 52 نقطة. نروح للدوري الألماني، وبايرن ميونخ ويعني بعيد كل البعد تماما عن المنافسة أصلا، يعني هو 66 نقطة صاحب مركز أول، بعد كده يليه شالكة فرق 20 نقطة 46، يليهم بروسيا دورتموند في مركز 45، بايرن ليفركوزن في دقيقة في عنده 44 نقطة، وأينتراخت فرانكفورت 42 نقطة. أعتقد أن بايرن ميونخ بس هو اللي بينافس، والباقي بينافس على المركز الثاني والثالث والرابع اللي بيأهلوا للشامبيونز ليج. نروح للدوري الفرنسي، وأيضا باريس سان جيرمان بات قريبا من حسم الدوري الفرنسي 80 نقطة، يعني فرق شاسع. أعتقد أن برضو الدوري الفرنسي خلاص انتهى بالنسبة لفريق سان جيرمان، وفريق موناكو 63 نقطة في المركز الثاني، مارسيليا 59 نقطة في المركز الثالث، وليون في المركز الرابع 54 نقطة، وأخيرا نونت في المركز الخامس 43 نقطة. مارسيليا وليون الاثنين بنفسه أو كانوا موجودين في اليوروبا ليج، وبالتالي مارسيليا مكمل في اليوروبا ليج، وبالتالي عنده فرص كبيره جدا ان هو يكون موجود ضمن الفرق اللي ممكن تبقى موجوده في النهايه، وبالتالي ممكن يتاهل للشامبيونز ليج في حال فوزه ببطوله اليوروبا ليج. طبعا يعني ده كان اخر جدول او اخر ترتيب جدول معانا، يعني استمتعنا مع حضراتكم في خلال ساعتين من 9 ل 11، كان معانا مداخله مهمه جدا جدا من كابتن عصام الشوالي، واعتقد ان احنا سمعنا منه كم المعلومات الرهيبه والمعلومات القيمه اللي كلنا استمتعنا بيها، واللي بنستمتع بيه يكون كمعلق واحد من ابرز المعلقين العرب الموجودين طبعا في اداره الماتشات، وبالتالي كانت مداخله قيمه ومهمه جدا. اتكلمنا على محترفينا في الخارج، اتكلمنا على قرعه الشامبيونز ليج قبل محترفينا في الخارج، وشفنا القرعه وقوه القرعه ومباريات اليوروبا ليج وقرعه اليوروبا ليج، ايضا اتكلمنا على محمد صلاح ومحترفينا المصريين في الخارج، وايضا اختتمنا مع حضراتكم بالفيديوهات اللي حضراتكم بتحبوها وبتطلبوها دايما، اللي بيكون فيها كواليس واحداث مش بتشوفوها غير على قناة الأهلي في برنامج وقت صقر. وطبعا اختتمنا مع حضراتكم أو ختاما كان جدول ترتيب المباريات. يعني ما تنسوش إن شاء الله كل جمعة من 9 ل 11 على قناة الأهلي وقت صقر، هنجيب بحضراتكم كل الجديد، كل المعلومات الخاصة بالكرة الأوروبية. إن شاء الله بقى كمان قربنا من نهائيات الشامبيونز ليج واليوروبا ليج وداخلين على كأس العالم، وقلت لحضراتكم إن احنا إن شاء الله
على ما نقرب لكأس العالم هيبقى معانا تحليل كل المجموعات الخاصة بكأس العالم وكمان مجموعة منتخب مصر والفرق العربية بالكامل. بشكر كل الناس القائمة على هذا البرنامج، طبعا شادي عبد السلام مخرج البرنامج، وأستاذ محسن نملوم رئيس التحرير، وعمر البنوبي، ومحمد مرتضى، وأحمد شهاب، وشباب إبراهيم وعمر وخالد، وكل القائمين على هذا العمل، وكل الناس اللي موجودة في الكنترول روم. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة في الأسبوع اللي جاي في الساعة 9، استنونا، وحلقة جديدة من وادي سكر على قناة النادي الأهلي. نشوفكم على خير، أسبوع على خير، السلام عليكم.